اتكلم معاكم في موضوع النهارده، موضوع بيمس الناس كلها، الناس اللي بتعطي بزياده يا جماعه، الناس اللي بتعطي وبتضحي وبتقدم كل خير في حياتها، وفي الاخر يا اما تؤذى من اقرب الاقربين، يا اما لا يقابل عطائها دوت، او ما تبذله من جهد ومشكور وكذا، بحتى كلمة شكرا او جزاكم الله خيرا او كتر خيركم، بل بالعكس ممكن يتأذوا. فتيجي مثلا البنت مثلا تقول لي والله انا عملت كذا وكذا وكذا، او زوجة تقول لك انا اديت كل ما اقصى ما في طاقتي وعملت كل اللي ممكن تتخيلي بيه، وفي الاخر انا اتبهدلت وانا ما اتشكرتش وانا اتأذيت. او يجي مثلا في مجال عملك مثلا، حاضر بعد شوية اهو، بس يا رب تسمع الصوت، في مجال عمله مثلا تلاقيه الواحد يبذل اقصى ما في طاقته واقصى ما في وسعه، وفي الاول وفي الاخر تبص تلاقي ايه، يا اما يتاذى يا اما يتحارب، يا اما بتعود الفرد اللي قدامك هو ده اللي انا بعمله وده اللي كانه فرض عليا، وانت اتعودت ان ده فرض وكانه حاجه انا ماموره بيها او حاجه واجب او حاجه لازم او حاجه فرض هعملها فانا ملزمه بيها، مع ان انت ممكن تعمليها بنيه المساعده او تعمليها بنيه تخفيف عن الاخر او بنيه ان انت عايزه العمل على اكمل وجه، وفي الاخر بتتاذى هو وتيجي على نفسك. صح جدا جدا يا رنا، تيجي على نفسك عشان خاطر غيرك وفي الاخر تتاذي من الغير اللي هو اول حد انت جيتي على نفسك علشان. خلي بالكم احنا عندنا ثلاث انواع من الشخصيات، وخلي بالكم الكلام ده احنا حتى بنقابله في التربيه مع الاولاد. خليني كده بس اما اقعد كده وايه واربع لكم، بنقابلهم في التربيه مع الاولاد. يا ريت كل ام والله لو صحيه، لو مش صحيه شوف الفيديو الصبح لما تصحي. لما بنيجي نتكلم على موضوع التربيه مع الاولاد بيقابلنا ثلاث انواع من الشخصيات، تمام، وخصوصا في مرحله الطفوله المتوسطه، يعني الطفوله المبكره، يعني لسه مش فاهمين صغيرين حبايبي، لكن في الطفوله المتوسطه بيقابلك ايه، يا اما طفل نعم وحاضر وعايز يفرح ابوه وامه، فبيفرح ابوه وامه بنعم وحاضر، ده رقم واحد، بيفرح ابوه وامه بان انا اللي انتوا بتقوليه عليه، بذاكر مؤدب بعمل كذا، فانا شخصيه منجزه عشان انتوا ارضيكوا او ان الفت النظر ليكوا، انا طفل كويس، فيعطي يعطي 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 عطاء 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 مستمر وانجاز على فكره، تمام، ده نوع. خلي بالكم اللي انا بقول رقم اتنين من انواع الشخصيات، تبص تلاقي الشخصيه الايه متمرده، لا كل لا اشرب لا ذاكر لا، هو كده انا بلفت نظري تمرد وكلمه لا. وفي بقى الشخصية اللي هي يعني جميلة الشخصية الوسط الجميلة اللي هي يعني أي حاجة تحس إن هي ده ضربني ده عملني، الشخصية الضحية اللي حاطط نفسه ضحية ويكون كله بيتأمر عليه. خلي بالكم من الثلاثة دول بنسحبهم معانا للمستقبل لو ما تمتش علاج دماغك صح وحواراتك وسلوكياتك صح. فتيجي زوجة تقول لك أقسم بالله يا دكتورة هالة أنا عطيته أقصى ما عندي وأنا وقفت معاه، وبقى طبعا ساعات بنسمع الشتائم، يعني ساعات بنسمع بقى كذا اللي مش عارف إيه اللي ما كانش لاقي اللي بياكل المش مع أي كأي حاجة، وتقول بعد ما كده سابني وراح وصاحب واتكلم أو مش عارفة راح فين أو بعني أو عمل بتاع، راح خد واحدة وكتب لها وسابني أنا والعيال. ليه بيحصل كده؟ عمري ما اذيت حد، والله عمري ما تمنيت الاذى لحد، وعمري ما تمنيت ما اعرفش ايه لحد، وانا بعمل كذا وبعمل كذا مع اولادي وبعمل كذا في بيتي وانا كذا، ولا كلمه شكرا ولا كلمه كذا. الفكره في ايه؟ الفكره في ايه؟ الفكره انك انت رقم يعني واحد في حياتك، انت حاطه نفسك في دايره اللي حواليك، انا بدور عشان بيتي وزوجي وعيالي واولادي، انا لا 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 يا دكتوره غاله انت غيرت كلامك وجيت اللي بتقول لنا الزوج والاولاد، كلكم راع كلكم مسؤول عن الامر، طاعتك لزوجك نصب عينك رضا لله سبحانه وتعالى. يبقى انا بعمل مش بعمل علشان هم يشكروا او منتظره منهم كده، لان الصدمات بتيجي من ايه؟ من رفع سقف التوقعات. رفع سقف التوقعات، هيشكرني، هيحبني، هيضحك لي، هيقول لي، اولادي هيقدروني، كل الكلام ده بدنجان، كل الكلام ده غلط، ما بيتمش. ليه؟ لاننا حطينا مصدر الاسعاد مين؟ الدايره اللي انت حاطه نفسك فيها وبتدوري فيها ساقيه كده. الاولاد البيت العيال الزوج، الاولاد البيت العيال الزوج الاهل وكل حد بره من رعيه، ومحدش حتى يوم لما يجرى لك امر نفسي محدش يقول لك مالك فيكي ايه شكلك زعلان، محدش بيقول لك كده، مفيش خمار بيتعادل، ما انا بقول لكم ركزوا معايا.
فالاصل ايه؟ انا حاطه نفسي ورافعه سقف توقعات ومتوقعه طالما عطيت وضحيت وانجزت ان انا هلاقي من غير. ما بيحصلش، ما بيحصلش. علاجه في ايه؟ بصوا، توحيد، توحيد، توحيد الهية وربوبية، توحيد اسماء وصفات. انا بقول كده، بصوا احنا جميل جدا انك انت تروحي واروح واشوف لايف كوتشنج واشوف مش عارفه دكتورنا اسمعي اللي بقولك عليه الاول، وخدي خطوات من 3 ل 6 شهور على الاقل، وبعدين بخدي اللي انت عايزه تخديه. بصوا يا جماعه، المفاهيم الاربعه اللي انا هقول لكم عليها دي، الله اوجدنا وامدنا واعدنا ليسعدنا. الله مصدر الاسعاد، الله، مش الزوج، مش الزوج، مش العيال، مش تقدير الزوج. يقول لك لا شكرانيه ولا جميله، والله مين قال لك ان عايز شكرانيه وجميله مني؟ يوم الهنا ويوم السعاده اما تعملي وتتعبي بجد وبحقيقي وما تلاقيش وتلاقي اذى، الله، هاتوهالي خضره مخدره ينبكوا ثواب كده، مقفوله، مقفوله كده، وحطها عند ربنا حسبه لله عندك يا رب، هاتوهالي كده صافيه خالصه. حتى كلمه شكر بفرح جدا بحاجه زي كده. تبقي ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، وعامله وكذا وكذا، والزوج ها فين؟ مع السلامه، شكرا، مع السلامه، خلاص. او يأذي، او يقول كلمه، او يستضلك مش عارفه حاجه، عمل اي حاجه. والعيال نفس الكلام. ما ليه؟ لانك حاطه ان هم دول مصدر الاسعاد ورافعه سقف توقعاتك، وهم دول اللي هيسعدوك. لا، اللي مش بنحب عيالنا، ايوه، ومطلوبين ان احنا نراعيهم، ايوه، والزوج طيب ندخل السرور على قلبه والسمع بس لله فيه. ليه؟ عشان لما يجي الخذلان منه ولا من غيره، ومن غيره ما تقعيش، ما تتصدميش، ما يجيلكيش حاله من حالات الانكسار النفسي والتعب النفسي والحاله النفسيه وتنكسر فيها، ده غلط. ودي نقطه مهمه جدا جدا عايزاكم تخلوا بالكم منها. الامر الثاني، امر سبحانك يا رب، حته ان احنا منتظرين شغل. ومين الشكور يا جماعه؟ مش الله سبحانه وتعالى؟ يا زوجات يا بنات اسمعوني، الله سبحانه وتعالى. ولا تندمي ابدا ابدا على عمل عملتي ونوتيه لله سبحانه وتعالى، ابدا ما تندمي عليه. ولا تندمي ابدا ابدا على عمل انت احتسبتي فيه النيه لله، عند الله ما بيضيعش. ومين يشكرك عليه؟ الله الشكور. طب العبد ما شكرش، مش هيشكره والله العظيم، ولا حد هيشكر. انا مش عايزه منهم حاجه، انا مش عايزه منهم حاجه، انا عايزه الشكر من الله وحده لا شريك له. والمجازيه عليه ان شاء الله في الاخره يا رب، المجازيه عليه في الاخره يا رب، قولوا امين. ايوه، اصل احنا مش هتعملي ببلاش، انت مش هتعملي ببلاش. ده جزء. الجزء الثاني، لما تبقي في مجال عمل وتعطيه كل ما عندك، ده كمان ممكن يعني تصرفي من جيبك على مجال عمل تطوعي ولا عمل دعوي ولا عمل في شغل حتى، وبعدين تيجي تحاربي في هذا الامر، ويجي الحاجه اللي انت بتعمليها مش عارفه زميلك مين وزميلتك مين يخبصوا لك ويعملوا لك ويسووا لك عشان خاطر الجزئيه دي. ما تزعليش وانت مش عامله لله عز وجل، ما تزعليش، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيكرمك، الله سبحانه وتعالى هو اللي هيكرمك، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعطيك، الله سبحانه وتعالى هو اللي هينصرك، سواء انت او هي في مجال شغل او في مجال كذا. اهم حاجه، اهم حاجه، ما تحطوش مصدر اسعادكم البشر مهما كان قريب، حتى لو زوج، حتى لو زوج، ما تحطوش مجال اسعادكم عيل من العيال، ما تحطوش ان ده مصدر اسعاد الله سبحانه وتعالى. يا رب مال غيرك، والله يا رب مال غيرك في الدنيا، ويا رب الامر الفلاني والامر الفلاني. انصحكم بصوا بالاتي، عشان بس صدرك ضيق، ما انتش قادره، خلاص خلاص خلاص، وسبح، نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حلو، صلي وفي سجودك اشكر ربنا عز وجل، وقول يا رب، يا رب انا ما انا عايزه اي حاجه الا منك انت يا رب، يا رب انا مش عايزه الا منك انت. رقم اثنين، رقم اثنين التسبيح، يضيق صدرك وبما يقول قال سبح بحمد. تسبيح يعني تنزيه الله من كل نقص، سبحان الله، بنزهك عن كل نقص، انت الملك القادر القدير المقتدر، وبحمده لك الحمد، بحمدك على كل النعم اللي انعمتها عليا. ولازم نشوف النعم، لانك ما شفتش النعم مش هتشكر. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ركعتين الطلب حاجه كل يوم، ادي حال يا رب، ادي مقال يا رب، انجيني في هذا الامر يا رب، ده ما يضيعش. ليه؟ انت كمسلمه وكزوجه بقى، كبنت كمسلمه، ده دورك. وده اوعي تحطي اصل انا عيلتي،
اصل انا البوزيشن، اصل انا السترونج اندبندنت وومن وانا البدنجانه الكبيره، ولا الكلام ده، ولا زوج ولا عيال. الله يا بنتي والله ما لنا الا ربنا سبحانه وتعالى. وصدقوا الكلام ده، تقولك يعني هو هيستجيب لي؟ هيستجيب. اذا كان استجاب للملحده واحده اسلمت وكانت بتحكي قصه اسلامها وتقول لك ماشيه وفي تركيا ما يعرفيش انجليزي وماشيه وضاع الموبايل قفل ولا في الجي بي اس قفل ومش عارفه مكان الفندق، قالت له لو كنت موجود يا اللي في السماء انت بيقولوا عليك موجود ربنا، ولو كنت موجود في الدنيا دلني على الطريق. بتقول مشيت كده مشيت كده لقيت الفندق قدامي اسلمت. الفكره في ايه في الاول وفي الاخر؟ ان انت عارفه دورك وانت هنا في الدنيا لعباده ربنا سبحانه وتعالى. كزوجه انت امل الله، كابنه امل الله سبحانه وتعالى. زي اب بيكلمني وخليكم معايا في القصه دي، وانا يعني بوجهه له، هو بيسمعني بيقول انت عيالي بيسمعوكي واحنا بنسمعك، وبعت لي عتاب انك انت قلت ان الاب السلبي اللي بيقول كلام يعمل بناته البنت تتجنبه وتتجاهله. لما يكون بتشتم وبتضرب وفتح دماغ بنتك وعامل كذا ومسوي كذا، امر طبيعي انها تقف قدامك ند، يعني هتقول لك اه انت كذا، ولا تروح تجيب لك البوليس، ولا تروح مش ما امر طبيعي يا ابني ان هي تتجنبك، تجنبوا الاذى ونمنع، والام المفروض تمنع الاذى، وانت كاب ما تضربش. لكن انت بتقول انا الحمد لله بناقشهم وبحاورهم وما عمري ما غصبتهم على حاجه وصالحين، يبقى هيتجن زعلان ليه؟ الا اذا كنت عملت حاجه اذيت بيها البنات. يعني انت بتلوم عليا في ايه لو انت اب كويس؟ لكن لو انت من النوع اللي بيشتم، ولا النوع السلبي، ولا النوع اللي بيقول كذا، ولا يجيبها قدام زمايلها ويقوم جاي تفف عليها في وسط زمايلها، والله هذا حصل وانا شفته وقالت لي شوفي كذا وكذا وكذا وكذا، وقام جاي تفف عليها في وسط زمايلها، ولا الام اللي مسكتها بهدلتها قدام كذا، وعلى الله الجوله الجوله على ايه ومش عارفه ايه، انتوا طمعانيني ما عندناش عشان عشيكوا، ده ليه تحرجوا بناتكوا كده؟ ليه؟ ما انت لو كويس مش هتتجنبك، تمنع الاذى ونعم لحد ما ربنا يجعل لها مخرج، يا اما ربنا يهديك وانتوا كاباء. فما تزعلش، احنا بنقول الصح والصح ما يزعلش. خليكوا اباء حنونين على بناتكم، مفيش البنت تقول لي انا عايشه في كوكب وهم في كوكب، الكلام ده مش صح خالص تمام. طيب نرجع تاني، الناس اللي بتتخذل او الناس اللي بتتظلم او الناس اللي حاسه ان هي بتعطي ومظلومه وضحيه في قلب الامر، ترفعوا سقف توقعاتكم، ما تنتظروش كلمه شكرانيه ولا جميله من حد. مصدر الاسعاد هو ربنا سبحانه وتعالى، حتى كلمه شكر انتظريها من الشكور. طب ما انا احسنت وما يستاهلوش، ما يستاهلوش، ما بتعملش عشانهم، احنا بنعمل علشان ربنا فيهم، انا ببر عشان ربنا فيهم، انا بعمل بالاحسان لان هو المحسن وطالبني بالاحسان لله. يضيع عنده؟ والله ما يضيع، والله ما يضيع، هيستجيب لك هيستجيب، بس انت دعي ربنا بيقين مش بشك. يعني هو استغفر انا دعيت بقى وانت هتستجيب دلوقتي؟ استغفر الله، ليه كده؟ ليه كده؟ ما يبقاش ده حالنا مع ربنا، حال قلوبنا مع ربنا يقين. اوعي تعدي يوم من غير ركعتين طلب الحاجه، اوعي تعدي يوم من غير ايات القران، ولا تقراي وردك ولا تدعي بالقران بركه ليكي، اوعي يعدي يوم من غير الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفى همك ويغفر ذنبك. عندنا كل المؤهلات وكل المميزات اللي ربنا قالها في كتابه ان احنا نمشي بيها من الدنيا اللي ما يعلم بها ربنا دي. ما احنا لو قعدنا في الدنيا بشكل الناس والتخبيص والحقد والحسد والمعيونين واللي مش عارف ايه، واللي استكتروا عليك النعمه، واللي يقولوها في وشك، واللي يجيبوا ما اعرفش عيالك فيعملوا ايه في وشك، واقسم يمين بالله في الوش كده، تحصينك منها ايه؟ الصلاه حصن، الاذكار حصن، القران حصن، الدعاء ذات نفسه حصن، الوضوء انك تبقى على وضوء، ذكر النبي عليه الصلاه والسلام حصن، كل ده. طب قلبي معموله، يلا سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عايز ربنا ينجيك من الغم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كل ده بصوا تعالوا، علشان الحته ديت ناس بيعملوا فيها وبيقعدوا يشككوا فيها دلوقتي، لا بيشككوا، ما بيشككوا في كل حاجه. احنا مسلمين وعندنا ايمان بالغيبيات ومصدقين النبي عليه الصلاه والسلام، ومصدقين ان احنا لو قلنا كده هيحصل كده، ده ديننا، ده الفرق بيننا وما بين اي دين تاني، ده ديننا. احنا في ديننا النبي عليه الصلاه والسلام قال هعملوا كذا هيحصل كذا، احنا على يقين يا رب ان ده هيحصل، لان انت صادق يا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى هو المؤمن يؤمن عباده الخوف ويؤمن عباده ما وعدهم، يعطيهم ما وعدهم باسم الله المؤمن. عشان كده دايما احنا لازم نعرف الاسماء وندعي بيه، يا مؤمن، يا من تصدق على دعاء، يا من امنتني يا رب، يا من كفيل انك انت تستجيب للامر ده باسمك المؤمن، الله افعل لي كذا وكذا. فين دعواتكم؟ فين دعواتكم لله سبحانه وتعالى؟ الدعاء يرفع القدر،
تقول لك ما عنديش امل في الحياه. طب تعالى ما اقول لكم ليه ما يبقاش لك امل في الحياه. انت عارف يبقى الامل ايه؟ اصل الحياه قدامي سودة والاحداث والدنيا. الله، واين الله؟ هي بتاعتنا؟ ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، صرفها من عندك انت يا رب. يا رب انا محتاجه الامر الفلاني، يا رب انا كذا، صرفها من عندك يا رب عشان خاطر الامر دوت انا ماليش فيه. انا عبد، عليا العباده والصلاه والقران حاجتي، واخد بالاسباب قدر المستطاع ما استطاع، والباقي عليك انت يا رب. لازم يبقى ده حالنا. لكن اجي الاقي البنات ياس الياس ده كله، والاقي الزوجات تقول لك لا خلاص وانا اعمل واروح اروح في حد. ليه ما تسيبي بيتك، ولا تسيبي عيالك، ولا تسيبي حالك، ولا تسيبي مقالك، ولا تتخلي عن مسؤوليتك، وما تستنيش الاسعاد من حد، ما تستنيش حد يسعدك. الله سبحانه وتعالى مصدر سعادة. انت عارفه تفرحي بايه؟ تفرحي لما تدعي الله سبحانه وتعالى وتعرف انه موجود. والله يكفي، والله حتى لو ربنا ما استجابش، بس انا يكفي يا رب ان انا قلبي راح لك وانا ماليش غيرك. اعطيني يا رب، يا رب اعطيني يا رب، يا رب افعل لي الامر الفلاني، يا رب ماشي هذا الامر الفلاني من عليك، من الله، من الله عز وجل. لكن نيجي بعد كل الهصه دي وبعد كل الكلام ده ونقول ايه؟ اصل هم سبب، وانا ضعيش دور الضحيه، ورفعت سقف توقعاتي وعملت فيهم ما يستاهلوش، ما ان شاء الله عنهم ما يستاهلوا، وانا بعمل ليهم؟ اوعوا اوعوا، لا، ارجعوا للامر من اصله. بعمل ايه؟ لله في زوجي، لله في اولادي. فتتظلمي بقى يتقالي، هو انت لو اتظلمت مين يدافع عنك؟ ها، ان الله يدافع عن مين؟ على الذين امنوا. خليك من الذين امنوا بقى. صلاتك فين؟ صلاتك فين على وقتها؟ فجرك فين؟ في تسبيحك فين؟ سبحتك فين؟ حالك فين؟ انا السبحه بتاعتي ضاعت. كان عندي سبحه جميله جدا جدا واخداها من زوجي غصب عنه، عايزه اقول له لا السبحه دي انا هاخدها، والله يبارك له، ما بيقوليش لا خدي، واعطاها لي بكل نفس راضيه، ونتها معايا فتره ضاعت مني، ما ضاعت مش عارفه فين، حلمت بيها منوره في السماء، قلت الله الله، لو هو كده قلت له دي سبحتك في السماء مش انا. فين؟ فين تسبيحنا؟ وفين رجوعنا لربنا؟ وفين حالنا؟ وفين حالنا مع الله سبحانه وتعالى؟ لكن اجي ابعد واحط مصدر اسعادي فلانه ولا فلان ولا صاحبتي اللي خبصت لي، ولا المدير اللي عمال ما اعرفش يخبص عليك ويعمل عليك من وراك في الوش مرايه وفي القفص الليله الا ما رحم ربي. يعني المديرين كده في وشك ما شاء الله، من وراك. تعالي اسمعي بقى، تعالي اسمعي دلوقتي، بيسجلوا للمديرين الكلام اللي بيقولوه، واديني بحذر اهو، المديرين بيتم تسجيل كلامهم اللي بيتقال على الموظفين اللي عندهم. حاجه مصيبه والله، حاجه كارثه جدا. انهي نفسيه وانهي بيئه عمل صالحه انك تقعد تشتغل وانت عارف فلان بيتكلم عليك وفلان عايز لك شر وفلان بيتمنى لك الشر؟ لكن نرجع، ما بنعملش ليهم، ما بنعملش، لا بتعملي للعبد ولا بتعملي لبتاع الشغل ولا بتعملي للزوج ولا بتعملي للعيال، لله فيهم. فيضيعك ربنا؟ عمره ما يضيعك، يدافع عنك الله عز وجل. بس انت فين حالك؟ ما هو انت فين حالك بقى مع ربنا؟ فين حالك بقى وانت في صلاتك ولا في كده؟ فين الصله اللي بيني وبينك يا رب؟ انا ماسكاها يا بالله عليك يا رب، والله اقسمت عليك بك يا رب، ما تقطع الصله اللي بيني وبينك، ما تقطع الصله اللي بيننا وبين ربنا، حاجه كارثه لو اتقطعت. ونرجع في الاول وفي الاخر نقول وبنزع، لا ما هو انت قلتي للزوجات كذا، لا ما انت قلتي على الازواج كذا. احنا بنقول الحق، احنا بنقول الحق، اللي عليه غلط يعمله واللي عليه صح يصححه. يبقى عليكم بالركعتين من طلب الحاج، صلى على وقتها، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم. الصلاة على رسول الله السلام، يكفى همك ويغفر ذنبك، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول لي يا رب عن المعصية وعلى هذا الامر، ولا قوة لي بانجازه يا رب ولا بالطاعة الا بك انت. احنا عندنا الخير كله، كل الخير موجود عندنا في القرآن وفي السنة، بس المهم نعمله، احنا نعمله ونقول فعلا، والله فعلا يا سندي يا رب، يا وكيلي يا رب، يا ولي يا رب، يا اللي ماليش غيرك يا رب، ماليش دعوه، ماليش دعوه، بتاعتك هي عندك سبحانك، اقضيها من عندك، ماليش دعوه. انا عليا ايه؟ اظبط حالي في العبادات، هو ده اللي عليا. والنقطه الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها انك تحطي مصدر اسعادك بشر غلط، مش عايزين الكلام ده، احنا مش عايزين الكلام ده، والله 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 ولا لكم خلاص في الدنيا الا بالقران والصلاه والعبادات، ولا لكم خلاص باي قضاء اي طلب حاجه. انا اعرف من الشباب، والله من الشباب ولسه شباب عشرينات، يوم ما بيعوز حاجه ابص الاقيهم
راح فين يا ابني انت، ولا فلان ولا فلان، ولا كنا مثلا في اجتماع ولا بتاع، راح يصلي ركعتين لله، يقضي له الامر، يقضى يجي تقلق جرجره، تيجي انا واحده ولا كذا ولا بتاع، ولا عايزه حاجه مثلا من هاله سمير، صعب الوصول صعب يا ترى، صعب الوصول ولا بتاع، والدنيا ايه موجوده، ولكن بتبقى اوقات. طب تمام وصلنا، ابقى نايمه وفي عايزه اقوم الاقي المسنجر اللي مش شغال، مسنجر عندي ما بيردش، يعني بيجيب لي سطر كده، حد بعت لك سطر ما بيفتحش، مهنج من كتر الرسايل، ابص الاقي المسنجر بيرن، واجا كاني بقى في الصدفه تحت، فتح المسنجر، ليه؟ ربنا صحاني علشان فلان. تقول لي لسه قايمه من على سجادتي حالا ساعتين بالليل، لسه قايمه من على سجادتي بدعي ربنا يا رب هلا سمير ترد عليا. ربنا، الناس اللي في كنف ربنا، كلنا عارفين القصه بتاعت احمد بن حنبل لما راح يجيب حديث من بلد خلاف البلد في العراق، وقفلوا المسجد، قال لهم بتقفلوا المسجد ليه؟ ننام في المسجد، انا غريب، قالوا لا احنا بنقفل المسجد. وقفل المسجد وقعد بره والدنيا بتشتي، معدي راجل خباز قال له قاعد كده ليه؟ قال له مستني لان مفيش، ما عنديش مكان، والمكان قال له تعالى بيت الليل عندنا، واكرمه بتاع، وقال ايه اقول للخباز ده يعني ايه حاجه تعمله، سبح وبتاع، قال له والله انا بقول سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قال له نفسك في ايه في الدنيا؟ قال له ان انا اشوف احمد بن حنبل. قال له ربنا جابه اليك جرجره. ايه؟ ربنا يسخر الكون كله كله لعبده المؤمن، ولا زوال الكون اهون على الله من انه لا يستجيب لعبده المؤمن. لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنبعد عن الدين، نبعد عن الايمان، نبعد عن التقوى، نبعد عن الصلاه، وكانها حاجات يعني هو يستجيب. اوعي تقولي كده ابدا، اوعي تقولي لا ده ربنا مش هيستجيب، اوعي تقولي لا ده ربنا مش هيعمل، لا اصل انا مقصره. افمن يجيب المضطر ده اللي هو الكافر ربنا لو هو في حاله اضطرار ودعا ربنا هيستجيب له. ربنا انت بقى يا اللي بتقولي لا اله الا الله مستكتره، واستغفر الله وتتاولي على الله، وسوء ظن في الله ان ربنا مش هيستجيب، ما دي كارثه برضو يا جماعه. يعني الفكره في الاول وفي الاخر ان انت عندك اصلا مفاهيم غلط، وما بتعملي ما تزعليش، الخير لا يعدم الخير، وما بقولكيش خليكي دايما وعيشي دور الضحيه او ارفعي سقف توقعاتك من لله، لا ما ترفعي سقف توقعاتك لله يا بنتي، يا رب بقى الفردوس الاعلى جنب النبي عليه السلام على طول في القصر او هو قصر النبي، زي يعني ايه يا رب انا سايبها لك بس قولي برضه رني، قولي انا عايزه ابقى جنب النبي عليه الصلاه والسلام، يا في القصر يا جوه، يعني كده اهو، ما احنا اهو بنسعر الحاجه لله. لكن اقعد ازعل واتقهر عشان صحيح. ويا ازواج لو في رجاله بتسمعني على اللايف، ارجوكوا يا رجاله اللي بتسمعوني على اللايف، ويا ازواج اللي بتسمعوني، يا ابني يعني ازدهار زوجتك ويعني اقول مثلا بهجتها وفرحتها وسعادتها واشراقها، وتبقى ورده كده مشرقه وفتحه وزي الفل على عيالك وعلى بيتك، مش نكديه ولا مكشره لك بالكلمه الطيبه اللي انت بتقولها. يعني انت لما هتقول لها شكرا هيجرى لك، مش هتنقص والله. لما تقول لها بحبك مش هيجرى حاجه والله، ما هيجرى ده عزه ليك، وتفضل فاكرها لك وتقول الله يكرمه، عمري ما سمعت منه الا كل طيب وكل خير. نفسنا في كده، على الاقل لبيتك قول لها كلمه حلوه تعملها، قول لها كلمه حلوه هي تعيش بيها. لكن بالمنظر اللي بيحصل دلوقتي، وترجع استغفر الله تقول لك اصل انا ما لقيتش جوه البيت فطلعت بره البيت، نسال الله يا رب العفاف والطهر والعفاف والهدى والتقى لنساء المسلمات، اللهم امين، ولا يا رب ويحفظهم يا رب. احنا في زمن فتنه، احنا في زمن رهيب. نرجع للخطوات الخمسه اللي انا قلتها، وبلاش نخش في الثلاث مراحل بتوع الشخصيات اللي هم يعني يا ضحيه يا رفع سقف توقعات يا الكون ضدي يا المتمرد اللي بيقول لا انا بعمل لله، واحنا خلاف الناس. ان كان كل كتب بتاعه التنميه ولا كتب الاداره ولا مش عارفه كتب ايه ولا الكلام ده اللي بيتكلموا فيها، لا واعمل واعمل لنفسك، نمنع الاذى. لكن احنا كمسلمين انا بعمل الاحسان اللي ربنا باسمه المحسن طالبه مني. ايه هو؟ ان انا احسن واحتسب. لو احط مصدر الاسعاد هو ربنا سبحانه وتعالى، انا مش هنضار. لكن امتى انضر وامتى اتاذى؟ لما احطه على بشر، مهما كان، عارفه انها بتوجع، وعارفه ان الزوجات اللي بيسمعوا والله عارفه انها بتوجع، وبتوجع لما تبقى يعني تبقى منتظره من زوجك الدعم، منتظره من زوجك الكلمه، ويقول لك او يكسرك او يتصيد لك او ما يشوفش اصلا، بس برضو عند الله تمام. نقول لهم وننصحهم، يا زوج انا بحب كذا، وعبري زي ما قلت لك،
عبري. وجبر الخواطر طبعا، جبر الخواطر من اهم الحاجات طبعا. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، وقت السحر بدا عندنا اهوت. عايزاكم باذن الله باذن الله تقوموا تصلوا ركعتين وتدعوا فيها لله سبحانه وتعالى انه يجعلنا من اولياء ويجعلنا من عبده الله. صحيح ان احنا نعبد ربنا حق العباده، ان احنا يبقى عندنا يقين في الله ومصدقين ربنا. صدقوا ربنا، ربنا موجود، صدقوا ربنا وحبوا ربنا وخليكم في كنف ربنا، ينصركم ويقويكم ويسددكم ويهديكم ويرشدكم ويبارك لك فيكي وفي زي نفسك وفي صحتك وفي اولاد. خليكم في جنب الله يدافع عنكم من هنا، بصوا لاخر الدنيا. خليكم في جنب الله يسخر لك ملائكه ذات نفس تدعي لك وتقف بجنبك. خليكم في جنب الله اللي هو حصن 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 قران حصن حصن. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. جزاكم الله خيرا، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.